أقام قسم العمارة والتصميم الداخلي بكلية الهندسة في جامعة البحرين مشروع تخرج لطلبته في أكبر معرض لمنتجات التصميم الطلابي في مملكة البحرين. وأشاد رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري بمشروعات التخرج الطلابية للقسم، منوها بالجهود التي بذلها الطلبة في البحث والتصميم وبدعم ومتابعة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس. احنا سعيدين جدا اليوم لان هذه الحفل الثالث على التوالي. امس كان عندنا حفل كليه الاي تي، قبله كان عندنا كليه الهندسه للبرامج الهندسيه، واليوم عندنا حفل الهندسه للبرامج المعماريه. وفي كل الثلاث حفلات لاحظنا قفزه نوعيه في مدى ادراكهم للمشاكل اللي موجوده في بيئتهم، المشاكل اللي جايه من الصناعه، المشاكل اللي موجوده في التجاره، ووضع حلول لها، يعني استشفاف المشكله ووضع حل عملي لها ويسوقون العمليه هذه بطريقه ممتازه. ومن ناحيتها اشادت عميد كليه الهندسه الدكتور الشيخ هيفاء بنت ابراهيم الخليفه بهذا المعرض الذي يقدم جيلا جديدا من المعماريين ومصممي العماره الداخليين ومهندسي عماره البيئه الذين انجزوا افضل المشاريع حسب معايير متعدده. اليوم كلية الهندسة تفخر بتقديم أول معرض لمشاريع التخرج لقسم العمارة والتصميم الداخلي. اليوم قدمنا 227 مشروع تخرج، 118 منهم من قسم العمارة أو من برنامج العمارة، و88 من برنامج التصميم الداخلي، وبالإضافة إلى مشاريع من قسم عمارة البيئة أو من برنامج عمارة البيئة. أيضاً هذا الحدث أتى برعاية كريمة من مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية، وأيضاً من شركة جرين أنوفا ومن شركة صلاح الدين للاستشارات الهندسية، اللي نشكرهم جميعاً على الرعاية. وكان في أيضاً تتويج للمشاريع المتميزة والمشاريع الفائزة، فاز مشروعين من قسم العمارة أو من برنامج العمارة، ومشروعين من التصميم الداخلي، وكذلك مشروعين من عمارة البيئة. تميزت جميع المشاريع بأنها أتت لتقديم حلول ومبتكرة، وأيضاً مشاريع تمثل أو تقدم حلول للبيئة المستدامة. طلبتنا جميعاً فخورين اليوم بهم، وقدمنا أيضاً اليوم جيل جديد من المعماريين الذين يعني نفخر دائماً بجهودهم وبأعمالهم، ويثرون السوق العمل البحريني من معماريين ومهندسي ديكور أو تصميم داخلي، وأيضاً من معماريين في برنامج أو بعمارة البيئة. واشتمل الحفل على تكريم الطلبة الأوائل في المشروعات الفائزة لمشاريع التخرج لبكالوريوس العمارة والتصميم الداخلي وعمارة البيئة. صراحة اشتغلنا وايد خلال هالسنة على هاي المشروع التخرج، وكوني الفائزة حق هاي الجائزة أشعر بالفخر، وطبعاً أشكر المدرسين اللي علمونا وساعدونا على أن نوصل وننجز حق هاي الجائزة. أفتخر أني حصلت هاي الشهادة، وهي بمثابة الجنحان لي عشان أحلق لمستوى أعلى وأعلى، وتكون دافع لي إن شاء الله. وطبعاً أكيد الشهادة ما جت بسهالات، جت بعقب سهر وتعب، وحتى تعب مع الدكاترة، يعني لحد ما وصل الحمد لله لهي المستوى. وقدم رئيس الجامعة شكره لجميع المساهمين في المعرض ولرعاة الجوائز لبرنامجي العمارة والتصميم الداخلي وأفضل مشروع مستدام من مشاريع التخرج. احنا ساهمنا في رعاية الجائزة لطلبة جامعة البحرين من قسم الهندسة المعمارية لأحسن مشروع مستدام. والاستدامة الآن في البحرين قطاع مهم، قطاع يساعد على تحقيق أهداف مملكة البحرين لتحقيق الحياد الصفري في سنة 2060. هذا الدعم مهم من الشركات الخاصة، وإحنا نحس أن هذا واجب علينا أن احنا ندعم الشباب البحريني يكونون يدخلون في هذا القطاع، قطاع مهم، قطاع واعد. جدير ذكره أن مشاريع التخرج خضعت إلى تقييم لجان تحكيم مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين، إلى جانب 19 محكما خارجيا من ممارسي مهن العمارة والتصميم في القطاع الخاص بمملكة البحرين وخارجها.
أكدت سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد حسن وزيرة الصحة إن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال التصدي للأمراض والسيطرة على الجوائح، مما يعكس الدعم الحكومي المستمر الذي حظيت به البرامج الوقائية، لا سيما من خلال بناء القدرات الوطنية وتدريبها وتعزيز مقومات المنظومة الصحية على مختلف المستويات. جاء ذلك خلال لقاء سعادتها مع خبير إدارة اللقاحات السيد بدر الرواحي مدير دائرة الأمراض المعدية في سلطنة عمان الشقيقة، والذي تستضيفه مملكة البحرين لتقديم ورشة إدارة اللقاحات، والتي تستهدف تدريب القائمين على خدمات اللقاح في مملكة البحرين على الإدارة الفاعلة للقاحات بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بوزارة الصحة. تعقد وزارة الصحة اليوم ورشة لتدريب العاملين الصحيين والكوادر الصحية القائمين على تقديم خدمات التمنيع في جميع المنشآت الصحية وتدريبهم على الإدارة الفاعلة للقاحات. هذه الورشة سيتم فيها استضافة السيد بدر الرواحي مدير دائرة الأمراض المعدية من سلطنة عمان الشقيقة، وهو خبير لدى منظمة الصحة العالمية. الهدف منها هو التأكد من مأمونية وفعالية اللقاحات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. هذا وقد كانت الدكتورة إجلال فيصل العلوي الوكيل المساعد للصحة العامة قد افتتحت ورشة إدارة اللقاحات التي نظمتها إدارة الصحة العامة، والتي تستمر لمدة 6 أيام بحضور خبير إدارة اللقاحات السيد بدر الرواحي من سلطنة عمان الشقيقة والقائمين على خدمات اللقاح في القطاعات الصحية بمملكة البحرين. نحن اليوم هنا في مملكة البحرين من أجل عمل ورشة تدريبية، وهذه الورشة التدريبية تخص إدارة الفاعلة للقاحات، بحيث أنه نتأكد من مأمونية وسلامة اللقاحات في المملكة في جميع مراحلها، من بداية وصولها إلى المملكة حتى أخذها للمستفيد. طبعا مملكة البحرين برنامج التحصين فيها من أنجع وأفضل البرامج في المنطقة وكذلك في العالم، والكفاءات البحرينية كفاءات معروفة ويستعان بها دوليا في كل المحافل. وخلال افتتاح الورشة أوضحت الدكتورة العلوي أن اهتمام وزارة الصحة بتنظيم هذه الورشة يعكس الحرص على التأكد من الإدارة الفاعلة للقاحات ومتابعة تخزينها وفقا للإشتراطات العالمية، حفاظا على مأمونيتها وفعاليتها، منوهة بضرورة تدريب العاملين الصحيين في مختلف المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات التمنيع، وذلك حفاظا على إنجاز المملكة في مجال اللقاحات والسيطرة على الأمراض المعدية وضمان جودة خدمات التمنيع. اليوم احنا نستضيف السيد بدر الرواحي مدير دائرة الأمراض المعدية في سلطنة عمان الشقيقة، وهو خبير عالمي في إدارة اللقاحات، لإقامة هذه الورشة لتدريب الكوادر الصحية في الرعاية الأولية ومن القطاع الصحي الخاص ومن المستشفيات الحكومية على الإدارة الفاعلة وكيفية تداول اللقاحات وحفظها وتخزينها لتكون آمنة وتكون لقاحات فعالة عندما تعطى للمستفيدين من هذه الخدمة. مملكة البحرين دائما سباقة في مجال اللقاحات، وهذه الخطوة اتخذت استباقا لعمل تقييم للإدارة الفاعلة في مملكة البحرين للحصول على الشهادة العالمية. وعربت سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة عن شكرها وتقديرها للشركة الداعمة ولخبير منظمة الصحة العالمية السيد بدر الرواحي على التعاون في تقديم هذه الورشة، ولكل المنظمين والمشاركين بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة. في إطار استحداث آليات التعاون والتنسيق المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين، استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفداً من أعضاء مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة سعادة السيد مقصود كروز رئيس الهيئة، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والأمين العام للمؤسسة الوطنية. وفي مستهل اللقاء رحب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالوفد الزائر في بلدهم الثاني مملكة البحرين، مؤكدا على عمق العلاقات الراسخة والمميزة التي تجمع البلدين الشقيقين على مختلف المستويات،
وما تحظى به هذه العلاقة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله، والتي تحقق بفضلها العديد من المنجزات على مختلف مسارات التعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. وقدم الدرازي موجزا حول منهجية عمل المؤسسة الوطنية، تناول من خلاله أهداف واختصاصات المؤسسة الواردة في قانون إنشائها والدور الذي تطلع به في التعاطي مع القضايا الحقوقية، بالإضافة إلى دوره الاستشاري في رفع التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مملكة البحرين. ومن ثم قدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة في المؤسسة، وهي لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة ولجنة حقوق الحريات العامة ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، نبذة عن أعمال لجانهم فيما يتعلق بتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين والهيئات والجهات بمختلف الوسائل والطرق ودراستها والبحث فيها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها، بالإضافة إلى إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل وأماكن التوقيف والاحتجاز والدور الصحية والتعليمية وإعداد التقارير المناسبة حيالها. من جانب آخر، بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان، ومن ثم التطرق إلى الأوضاع الحقوقية في المنطقة وما استجد من أحداث وتطورات في هذا المجال، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتثقيف المشتركة وتوحيد الجهود المبذولة بين الطرفين بهدف توطيد أواصر التعاون وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان. من جانب آخر، أكد سعادة السيد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية الشقيقة على عمق العلاقات الأخوية والصلات التاريخية التي تربطهم بأشقائهم في المملكة، وعلى أهمية تفعيل سبل التعاون بما يدعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.